أنا رشا علي علو من مدينة التمر، طبعا صفتي الوظيفية ضمن المؤسسات المدنية إدارة حركة هلال الزيرين. بالبداية نبارك يوم الصحافة الكردية على جميع مراسلاتنا وإعلامياتنا في شمال شرق سوريا عامة. طبعا نحن نلاحظ اليوم الفروقات اللي أثرت فينا طبعا إيجابيا من ناحية الإعلام، مثل ما نقول ثورة روجافا هي ثورة المرأة، كمان نحن نعتبرها أنه هي ثورة إعلامينا. لو ما فضل إعلامياتنا ومراسلاتنا صدى المرأة وصوت المرأة أو حتى قوات المرأة العسكرية إذا كانت أو مدنيا كانت ما وصلت لها النقاط هاي أو لها المراحل هاي لولا فضل وجهد إعلامياتنا ومراسلاتنا. دائما كمان نشوف أنه مراسلاتنا متواجدات على خطوط الجبهة، على الخطوط الأمامية بمناطق الصراعات اللي متواجدة من خلال منها الصراعات اللي عم تخوضها ضمن الدولة التركية اللي عم تخوضها علينا، عم نشوفهم ضمن المؤسسات المدنية، ضمن الأحياء الشعبية، ضمن المجتمعات بشكل كامل. طبعا مثل ما نعتبرها ثورة المرأة بالدرجة الأولى، كمان نعتبرها ثورة إعلام المرأة بالدرجة كمان الأولى لهذا السبب. هذا كمان لاحظ الفروقات أنه مثلا إذا نجي نعمل مقارنات بسيطة ضمن وضعنا الحالي وضمن الوضع اللي قبل، مثلا إذا كنا نقعد على الأخبار أو نقعد حتى على التلفزيونات أو هاي، نشاهد أنه نسبة المرأة اللي تنعرض على التلفزيون إذا كانت بلقاء صحفي أو حتى بيان إن كان أو أي شيء ثاني، نلاحظ أنه نسبة النساء بشكل قليل جدا. دائما التركيز على الذكر أنه هو اللي موجود حتى يمثله، حتى يعكس صورة أنه هل مجتمع ذكوري، بس اليوم على العكس تماما. نلاحظ أنه تلفزيوناتنا قنواتنا بشكل كامل الأكثرية نساء، هن اللي متواجدات ضمن التلفزيونات، هن اللي عم يبدوا برأيهم بشكل أفضل بشكل أكبر. طبعا الثورة الإعلامية اللي صارت نحن نعتبرها كثورة إعلامية أنه ضمن مناطق شمال شرق سوريا، خلت أنه تبني عند بعض الأشخاص أو تنمي عند بعض الأشخاص حب الانضمام مثلا للحركة للتنظيم ضمن هالأعمال هاي ضمن ثورة المرأة. طبعا أنا كمان كواحدة من هالنساء اللي تأثروا ضمن هالأمور هاي، طبعا بالبداية كنا ضمن بيوتنا مثلا نشاهد على التلفزيون أنه اليوم ضمن المسيرات اللي عم تصير نسائنا بالواجهة، ضمن البيانات السياسية، ضمن الاجتماعات أو حتى ضمن الكونفرنسات أو على المستوى الدبلوماسي أو الاجتماعي، نلاحظ أنه نسائنا بالصدارة. فهالشيء أنبت عنا حاسة أنه حب ويعني اشتياق لهالأمور هاي، أنه نحن كنساء فينا من خلال هالحركة، فينا من خلال هالتنظيم نبني أنفسنا، نطور من أنفسنا ضمن هالأمور هاي. فوسائل الإعلام يعني أثرت بشكل إيجابي كبير على النساء المتواجدات ضمن بيوتهم، أنه هن فيهم اليوم يقدروا يعبروا عن آرائهم، يقدروا يعبروا عن طموحاتهم، يقدروا يطالعوا هالطاقة الكاملة فيهم ضمن الأعمال، ضمن مشروع الإدارة الذاتية ومشروع حرية المرأة. فلهالسبب كمان احنا تأثرنا إيجابيا بهالأمور هاي. ضمن مراسلاتنا بنشوف انه اليوم المرأة متواجدة بكل المجالات، نحن بمكاننا خلق عنا حادث انه لازم نحن كمان نعمل شيء، نخطي كمان هالخطوة هاي. فمن ناحية الإعلام، من ناحية القنوات التلفزيونية اللي عم تعرض مثلا في قنوات خاصة للمرأة اليوم، كمان هذا نحن نعتبره إنجاز عظيم بثورة الإعلام. تشجعنا لهالأمور هاي، خطينا هالخطوة هاي، فتنا انخرطنا تحت إطار المؤسسات المدنية، ضمن المؤسسات العسكرية سياسيا كانت أو جميع المجالات. فتخلق دائما روح حب معرفة ضمن المجتمعات كامل حتى يصير في توحد. يعني نحن اليوم نقول انه الاعلام فعلا يعني مثلا ثوره بلا الاعلام ما تصير، لانه ثورتنا هي تبينها الاعلامنا. اليوم قوه ثورتنا هي من قوه اعلامنا، اذا اعلامنا كمان ضعيف ما راح تبينها الثوره. فثوره روجافا ما اخذت هالصدى الكامل الا بفضل اعلامياتنا، بفضل قوه الاعلام المتواجد اليوم. مثلا نقول نحن بفضل الاعلام، اعلامنا القوي واعلام المراه خاصه، انخرطنا نحن ضمن هالمؤسسات. طبعا تحت انخراطنا هاي اثر فينا يعني شغلات إيجابية كبيرة. يعني في فروقات ما بين إذا بدنا نقارن حاليا وضعنا وحاليا وضعنا السابق، في فروقات كبيرة. طبعا داخل كل مرأة في قوة كاملة عندها المرأة، بس كنا دائما نتعرض مثلا لقمع هالقوة هاي، أو دائما بالصد ما نقدر نطالع هالقوة اللي جواتنا، ما نقدر نطالع جوهرنا المرأة الأساسي. نحن اليوم خلال أعمالنا طالعنا جوهر المرأة الحقيقي، طالعنا قوة المرأة الحقيقية. يعني بالفعل لو ما كان في للمرأة قوة ما
ثورة صارت من المرأة. إيه طبعا هالمرأة كيف صارت ثورة المرأة كمان؟ الإعلام ركز على المرأة إنه فعلا المرأة أنت قادرة على هالشي، المرأة أنت عندك هالطاقة الكامنة لهالشي. تشجيع صار من قبل إعلامياتنا، فبهالتشجيع ولت في تكاتف من النساء، ولت في روح الانبثاق ضمن المؤسسات أيا كانت أي مؤسسة. من خلال هالأمور هاي اختلفت شخصياتنا صراحة، من ناحية الثقة بالنفس، نحس اليوم نسائنا واثقات بنفسهم، يقدروا يعبروا عن آرائهم بكل أريحية، يقدروا أي عمل إن كان يقدروا يقوموا بهالأعمال هاي. مقارنة مثلا نشوف اليوم مثلا نظام الرئاسة المشتركة، بلكي بالبداية كان نقول مثلا إنه السلطة الذكورية دائما تأثر، ولكن حاليا إذا نقارن فعليا الأعمال يعني فعليا أعمالنا بنسبة لا تتعدى مثلا لا تقل عن 75% أو أكثر كمان الأعمال أعمال النساء أي مؤسسة كانت. فالمرأة اليوم ظهرت قوتها بهالأمور هاي، ظهرت مثلا قوة الفكر اللي عندها، حب الإرادة اللي عندها. حتى نحن نطور من هالثورة هاي لازم كمان نحن نكون بتطور دائم، حتى على مستوى إعلامنا لازم اليوم كمان يكون في خطوات أكثر، مثلا تركيز للنساء. في نساء مثلا، في عنا نساء مثقفات، في عنا نساء ضمن قواتنا العسكرية، في نساء ضمن المؤسسات المدنية والاجتماعية، فينا نحن نركز على هالأمور هاي. في نساء مثلا لسه ما فاتت ضمن هالمؤسسات، في عندها هالمواهب هاي أو في عندها القدرة الكامنة هاي، مثلا إعلامنا لو يتوسع بشكل أكبر خارج إطار المدن. يعني نحن اليوم نلاقي مثلا ضمن القرى إذا نطلع جولاتنا نشوف في مثلا نساء مثقفات، في نساء رياديات قياديات، فيهن يديروا، فيهن يعني يطلعوا من هالقوقعة اللي هن داخلها. فلها سبب نحن كمان نقول لو أنه مثلا إعلامنا ينبثق على القرى اللي دا خارج المدينة. يعني لاحظ يعني الإعلام أكثر شيء تركيزه على المدن، أنه يعني الكتلة السكانية الأكثر ضمن المدن. لو ينبثق على القرى اللي مجاورة للمدن، المناطق النائية، رح نلاقي أكيد نساء قويات، رح نلاقي نساء مثقفات، نساء رياديات، فينا كمان نكسبهم لصفنا هالنساء دول. طبعا كمان نحن خلال القرن 21 لازم مثلا الإعلام بشكل خاص يسلط الضوء على القضايا النسائية بشكل عام، يعني أيا كانت القضية. مثلا اليوم قضية المرأة ما تأخذ بعين الاعتبار، فمن خلال تسليط الضوء على أهمية قضية المرأة، أهمية حقوق المرأة، أكيد نحن رح نوصل الغاية اللي مبتغاه، نحن اللي بدنا إياها مبتغانا من هالأمور هاي. فكمان إنه نقول لو إعلامنا من هالناحية هاي كمان يقوي حالهم أكثر، تركيزنا مثلا على قضايا المرأة اللي خاصة بالمرأة يكون بشرح أوسع على نطاق أوسع، يكون كمان يعني خطوة للنجاح أكثر لإلنا. لأنه نحن بالأخير كلياتنا مجتمع مرتبط ببعضه، بالأخير الإعلام هو اللي يصدر ضوء صوت هالمجتمع اللي موجود. مرة تانية نبارك يوم الصحافة الكردية على جميع إعلامياتنا ومراسلاتنا وعلى جميع نساء شمال شرق سوريا، ونتمنى الحرية أولا وأخيرا للقائد عبدالله أوجلان.